اخونا نقطع داكشي، حيدت وديتها الكلينيك، قلبها الطبيب قال لي بان داريه فيها سرطان. ما قضيتش وليدي، انا ما كنتش معوله، يعني ما اخر حاجه كانت في راسي لو كنت عارفه ان بنتي فيها سرطان، ما كنتش غنتسنى داك الوقت ما نديهاش. دخلت دارتها، عاودت دارت 3 حصص ديال الشيمي، جاو تاني قطعوا لها الرجيله، قطعوا لها العضيه من هنا من ركبات الفرد. ما نقولش ليك بنت راه مشات، انا غير نوريك تصاور ونوريك ولات، راه معجزه من عند الله، الحمد لله والشكر لله، يا ربي اللي لطف بيها. انا سميتي لطيفة العبادي، لطيفة الام ديال سارة، بنية عندها 9 سنين، كانت تلعب وطاحت في السطاح وما قالتش لينا، ودازت 15 يوم عاودت سخفات، وزيت اديتها للسبيطار الجديدة ودرت لها الراديو وخرجت تصويرة راديو، قالوا لي ما عندها حتى شي حاجة غير شقيق وكبرة. كانت تلعب على هذيك اللوحة، واحد اللوحة فيها الرويض، راه كيلعبوا على الداري ما عرفتش شنو سميتها، نعست عليها وحطت يدها هكا ويدها هكا وركات اللوحة، طاحت من تحت من رجليها، وهي هي جات على فخدها، مني جات عليه ما قالت ليناش، بقات كتمشي للمدرسة حتى ما بقاش قدرت تهز وليدي، تهز المحفظة بقاش قدرت تهزها، وكنشوفوا البنت غدا وكتعرج مالكي، عاد قالت لينا راه وقع ليا ووقع ليا ووقع ليا في السطح. المهم نهار 15 يوم بالضبط داروا حفلة في المدرسة، سالات ما شاء الله جايبت 8.5 في المعدل. زيت هديتها للسبيطار مع جوج الليل، درت ليها الراديو وخلصت كل شيء، كاين 4 طب ستاجير تما في ليرجونس، قال لي ما عندها والو، عندها غير شقيق ما تخافيش، وهذا وهذا. قلت لهم على السخفات يعني الهرس بوحدو، ولكن علاش طاحت وغيبات؟ قالوا لي بان راه ما تخافي عليها والو، وكاين غدا جي شوفي الطبيب ديال العظم اختصاصي في الدراري الصغار. الغد لي مشيت السبيطار هزات لي اختها صغيره كبر منها بعام ونص في ظهرها، لانني ما قدرش نهزها، مريضه ازماتيك، هزيتها هزات لي اختها، ومني مشيت قالوا لي راه طبيب واحد لانتريد واحد كونجي، قلت لهم عطوني رونديفو باش نجيبها نعاود نشوفها، قالوا لي راه عندها راه الطبيب اللي خاصها تمشي عنده ما كاينش، عطوني رونديفو فيه، عطوني رانديفو فيه 26 في شهر 11، وهي طايحة في شهر 6. جاني بزاف، بديت كنغوط معاهم، قلت لهم علاش تعطوني في شهر 6 والبنت انت هزاها خطها مريضة، قالك هادشي اللي كاين. هزيت بنتي وخرجت، هزيت داك الراديو، بديت كندور بيه عند الطب، فجا مع الاول شهر 7 ما لقيتش شي واحد اللي كانت مع كورونا وداكشي، ما لقيتش شي واحد اللي غادي يشوف ليا داك الراديو، صافي وصار له وصار ديتها للجبار 12 يوم كدوز 12 يوم كيحلها، كيقول لي راه غادا مزيان، راه هادي عاوتاني 12 يوم واحد شويه ونلقى الرجل تنفخات، وغادا وكتزيد، كانت غير قدها هكا وبقات غادا وكتنفخ، كنت خونا نقطع داك الشيء، حيدت وديتها الكلينيك، قلبها الطبيب قال لي بان داريه فيها سرطان. من ديت ليه درت عنده تا هو راديو، حيت مني قلت لهم راه شنو شافوا رجلها في السبيطار، قالوا لي ديري راديو باش تدخليها لعند الطبيب، درت ليها راديو ودخلت على الطبيب وغادي معايا بالراديو الاول، كيما شافها الطبيب وعاودت لي قال لي شنو وقع، عاودت لي هادشي كامل اللي وقع، قال لي بدا كيخاصم عليا علاش ديري على جبار علاش ديري ليها، قلت لي لا دكتور انا مشيت على الطبيب هو الاول وقال لي ما عندها حتى حاجه، وراه هاد الراديو تساريت بيه عند الطبه كاملين، قال لي واحد فيه كورونا، انت نفسك ما لقيت ما كنتيش في شهر 7، هو التاريخ كاين في الراديو، الا كنت شي طبيب من ديول الجديده كاملين في هاد التاريخ عاد ديك الساعه لوم عليا، حيت بدا كيخاصم عليا الطبيب وبدا
مني قال لي خرجي يا اختها، خرجهم على برا. قال لي البنت فيها السرطان، قال لي هادي فيها السرطان، وباين من الراديو الاول، الراديو اللي في السبيطار ديال المخزن، راه هي عندها سرطان. ما قضيتش وليدي، انا ما كنتش معوله، يعني ما اخر حاجه كانت في راسي لو كنت عارفه ان بنتي فيها سرطان ما كنتش غنتسنى داك الوقت. ما نديهاش اللي ما نديهاش الجبار، غنمشي واخا نطلب واخا ما عرفتش شنو ندير، نهز البنت لا تقع، لان هادشي اللي وصلت ليه صعيب، ما قديناش عليه بزاف وبزاف على الدرية مسكينة. 8 المرات وهي كتدخل غير البلوك، 8 المرات والمعاناة، وما ساكنينش في كازا وما كنعرفوش، وهازين البنت وجايبينها ما عدناش، وما عارفين لا فين نمشوا لا فين نجوا، لا السبيطار هو نفسه فين كاين، يعني واحد المعاناة. من عاود ديكوش البنت ديك الساعة ما عندها لا كروسة لا كنديرو تنهزوها، يعني غير بنتي كتهز شوية والبنت كتعقر في رجليها. ما نعاود ليكش واحد الحالة، شدوها نعسات في ابن رشد، نعست فيها 18 يوم، وداروا لها العينة الأولى وداك الشيء، صافي تأكدوا بأن نيترا كاين سرطان، صيفطوني البنور 20 غشت باش دير الشيمي. قال لي رجعي ديري لها تاني الشومبرا، عاودت تاني مسكينة دخلت البلوك، دارت هذيك الشومبرا ديك الصدفة اللي كدار في الصدر، دخلت دارتها، عاودت دارت 3 حصص ديال الشيمي، جاو تاني قطعوا لها الرجيلة، قطعوا لها العضيم من هنا من ركبات الفرد، تحيدوا لها العضيم، رجعوها عاوتاني، ردونا تاني 20 غش كنديرو في الحصص. بقينا كنديروها في مستشفى النهار، الحصص ديولها، حتى خرج التشريح ديال العظم اللي قطعوا ليها من بلاصة التشريح، اللي فاش عطاونا تاني دواء واحد اخر، حيدوا لنا داك الدواء وداروا لنا دواء اخر الشيمي، يعني بقاو متبعين معاها. والتست الحمد لله والشكر لله، المهم تقاست لها الريه من الرجاله، تقاست لها الريه، بقينا تاني كنديرو في السكانير، المهم معاناه كثيره. صغيره بلاتي هاد المرض كيفاش تعيشت معاه؟ اش نقول لك وليدي، تمحلنا لا حنا ولا هي، ما نقولش ليك بنت راه مشات، انا غير نوريك تصاور ونوريك ولات، راه معجزه من عند الله الحمد لله والشكر لله، يا ربي اللي لطف بيها. اما هي راه بقات لها صحه لا وزن لا والو، عزيد ما كتقدرش تحرك، عزيد هي ما شاء الله حركيه بزاف، وهذا ما بقاتش مسكينه قدرت تحرك، ما تقدرش انت تقضي حاجة، يعني مقادة ما تقدرش، يعني واحد المعاناة لحد الساعة صراحة، ما تقدرش تمشي للحمام، ما تقدرش توقف على رجيلاتها، ما تقدرش تغسل، ما تقدرش بزاف الحوايج، يعني معاناة. الوليد انا كنت خدامة في مطميناج واحد الرئيس طف في سيدي بوزيد في جديدة، ولكن مني مرضت لي البنت فين غنخليها؟ لا انا وختها بجوج، لان انا كما قلت لك في الاول انا ازماتي، يعني حتى حاجه ثقيله ما نقدر نهزها، كتسد لي النفس، يعني طويل معايا هذا المرض، يعني الطول انا ما نقدرش نهزه. اش غنقول لك وليدي، اقسم بالله والله شاهد عليا، ورا ربي فوق مني والناس كلهم اللي في السبيطار كيشهدوا في هذا الشيء، الى بعض المرات كنضلوا في الجوع ما كنذوقوش النعمه، ما كيديروا ليها الشيمي، والشيمي اللي كانوا كيديروا لها قاصح النفس السريع، كيبقاو يديروا لها في السيروم باش يغسل ليها، باش يغسل ليها ذاك الشيمي اللي دارت. من بعد كنبقاو تما كتسد مستشفى النهار مع 6، كيصيفطونا ليرجونس، كنبقاو فيه حتى 3 الليل، 2 الوحدات تيسالو الساشيات ديال السيروم باش كنخرجو، ما كيبغيش يهزنا حتى طاكسي هو الاخر، والله ما كيبغي يوقفوا ليا، كنعود نبكي في داك الليل، معايا بنت صغيره مريضه ومعايا بنت كبيره، يعني مشكل في الليل، كنسبح حدا 36 كلية الطب، داك الشارع خاوي بالليل، عاد خاصني نشد طاكسي ولا نشد شي حاجه، الا وقف ليا شي ولد الناس الله يجازيهم خير، لو وقف شي واحد عاد كيهزنا. من بعد كنمشي عند العائله، كنمشينا، يعني راكم عرفتوا بنادم ضروري غتقل عليه، يعني مش داكشي ما غاديش يبقى بنادم هازك. كرينا واحد البيت في درب غلف اللي هو هذا اللي جالسين فيه، هو هذا نيت هذا البيت، كرينا ب16000 ريال. مره كيعاونون عليه الناس المحسنين اللي كيجوا للسبيطار، هما اللي بعض المرات كيدوروا مع البنيه، مره 10000، مره 1000 درهم، مره غير 100 درهم، مره 50 درهم، مره يعطونا ما مره يعطونا، هذوك المحسنين اللي كيجوا للسبيطار ديال السرطان 20 غشت، هما معاش بقينا عايشين، ولكن اقسم بالله لبعض المرات كنوصل للجوع، البنت ما كتاكلش اي حاجه،
وفي وقت الزيارة يعني الناس كيدخلوا عندهم، الناس كيجي عندهم عائلتهم كيجيبوا لهم داكشي اللي قسم الله، حنا ما كيجي عندنا حتى شي حد. لو كان زعماك وما كانوش دوك الناس ما عرفتش غندير. يعني وليت كنعس انا مره معاها، نعس شهر شهرين 3 شهور، اما كتنعس معاها اختها اللي كبار من كبيره، كتنعس معاها وانا كنبقى نطيب داكشي اللي قسم الله. مره نشري خضيره، نشري 5 دراهم خلطه، مره نشري ندير طويجين في الدار ونصبهم شويه زيت العود وندي ليها، لان ما خصهاش تاكل الماكله، ايه خصها تاكل ماكله صحيه، خصها تاكل زيت الرومي، ما خصها تاكل السندويتشات، ما خصها تاكل حاجه ديال الزنقه. الا نعست انا كتبقى طيب لبنتي وكتجيبو ليا للسبيطار. خليت كل شيء وليدي، خليت بنية كبر منها بعام ونص، خليت وليد كيقرا في السيزيام، خليت وليدي داري، خليت حياتي كلها في جديده. انا جيت هنا راه ما كنعرف حتى شي حد، بدينا حياه اخرى مع السبيطارات ومع الناس ومع من 20 غشت لاروشي لبنو رشد. كل مرة هادو كيصيفطوني هنا وهادو كيصيفطوني، يعني حنا ولينا غير في السبيطار. يعني هاد البيت كنجو غير نباتو فيه الصباح، تاني كنصبحو في السبيطار. ما كاين حتى شي حاجة في حياتي مازال، يعني صافي خدمتي ما بقيتش وليدي كنمشي ليها. يعني انتوما كتشوفوا كلشي، حنا ناس على قد حالنا، عندنا 4 الوليدات، هادي هي الحالة ديالنا. انتوما كلشي كتشوفوا وليدي بعينيكم، ما خبينا حتى شي حاجه، واللي بغى يتاكد راه يشوف كلشي، راه حتى حاجه ما مدرقه، حتى حاجه ما مخبيه، حتى حاجه، يعني كلشي معروف، كلشي ما عندناش شي حاجه اللي غتخبى وغتدرك ولا، كلشي باين.